أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت. السلام عليكم أيها الإخوة جميعا ورحمة الله وبركاته. مبارك لكم أيها الأحبة ولجميع المسلمين والمؤمنين في هذا العالم ذكرى ولادة الحسن المشرف عليه أفضل الصلاة والسلام. الكلمة في محورين. المحور الأول بعض الأحاديث التي وردت في فضل الإمام الحسن عليه السلام، والمحور الثاني يتعلق بحياة الصوت في الحياة الإسلامية، دور الصوت الحسن في الحياة الإسلامية. وقصدت هذا العنوان لأن الكثير من الباحثين أو المحاضرين أو الخطباء أو العلماء أكثر ما يركز في حديثه عن شخصية الإمام الحسن التركيز المعروف والدارج في الخطاب الشيعي على الأقل على المنابر هو ما يتعلق بصحيح الحسن، وهو حدث تاريخي سبب انعطافة كبيرة في حياة المسلمين. وكما تفضل الدكتور من قبل ان صحيح الحسن هو الذي ابقى الاسلام حيا كما هي شهادة الامام الحسين. ولو تم تصفية الحسن والحسين في معركة المذاهب لانتهى الاسلام ولن يبقى للإسلام باقية بحكم الظروف العتيدة والمحنة الكبرى والفتنة الكبرى التي امتدت من حياة أمير المؤمنين عليه السلام وخلافة الإمام في 5 سنوات إلا إلى حياة الحسن إلى حتى استشهاد الحسين عليه السلام. هذه الفترة طبعا مهمة وانعطافة خطيرة، وهي شريان حياة في الإسلام وتجدد ليبقى الإسلام حيا في ذكر. وبالتالي هذه الحقبة وهذه الفترة تم تداولها من كثير من الكتب الموسوعية التي تداولت حياة الإمام الحسن عليه السلام، ولكن هناك جوانب مغفول عنها القليل من يتحدث فيها أو يبحث فيها أو يقف عندها، مثل الإمام، مثل حياة الإمام الحسين عليه السلام. حياة الإمام الحسين في قول السيد فضل الله رحمه الله عليه يقول: نحن لا نعرف عن حياة الحسين إلا 8 أيام. يعني من يوم الثاني من عاشر محرم إلى يوم العاشر، لأن الحسين دخل كربلاء 2 محرم كما يقول مؤرخون. ولكن حياة الحسين مع جده مع أبيه مع أمه مع أخيه حتى استشهاده وحتى في فترة معاوية، لأن هذه الفترة إلى أنه واجه يزيد حكم استشهاده، كذلك حياة الإمام الحسين. يعني هناك بعدان: بعد صلح الإمام الحسن ومعاوية، والبعد الآخر دائما عن كرم الحسن وانه معطاء كثير الكرم للعطاء. ولكن هناك جوانب مهمه لا تقل الاهميه عن صلح الحسن مع معاويه، خصوصا في حياه ابي امير المؤمنين عليه السلام. لذلك انا احب ان اركز بعض المواقف بين الان من الكلمه واخذ كم حديث ان شاء الله. اعذروني
جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله حسن مني وأنا منه. احنا دائما نقول حسين مني وأنا من حسين. هذا حديث طويل صاحب كتاب ميزان الحكمة. حسن مني وأنا منه، أحب الله من أحبه. الحسن والحسين سلطان من الأسباط. وعنه صلى الله عليه وآله اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وجاء في فضائله عن الإمام زين العابدين عليه السلام إن الحسن بن علي بن أبي طالب كان أعبد الناس في زمانه. هذا بعد مهم جدا في شخصية الإمام الحسن عليه السلام. وأزهدهم وأفضلهم، وكان إذا حج حج ماشيا وربما مشى حافيا. وفي بعض الروايات تقول أن الإمام الحسن حج ماشيا 20 حجة. تصور يعني حجة كم تأخذ يوم من المدينة إلى مكة مشى على الأقدام في ذلك الزمن 20 حجة. وكان إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر البعث والنشور بكى، وإذا ذكر الممر على الصراط بكى، وإذا ذكر العبد على الله تعالى ذكره شق شقة يغشى عليه في منى. وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربه عز وجل. والكلام زين العابدين عليه السلام وهو سيد السعيد. وكان إذا ذكر الجنة والنار طرب اضطراب السعيد. وسأل الله الجنة وتعوذ به من النار. وجاء رجل من أهل الشام، وهذه قضية معروفة، وقدمت من المدينة فرأيت رجلا وهرني جماله، وقيل من جمال الحسن وجمال رسول الله. وفي بعض الروايات أن نص جسد الحسن أو جسم الحسن نصف جسم رسول الله، يعني من رأسه إلى نصفه، وباقي النصف الآخر هو الحسين. كان يعكس شخصية رسول الله حتى في الشكل حتى في الجسم وفي الجمال وفي الحسن. فقلت من هذا؟ قالوا الحسن بن علي. قال فحسبت عليا أن يكون له ابن مثله. هذا القول لنا للشام. فأتيته فقلت أنت أبي، أنت ابن أبي طالب، أنت ابن أبي طالب؟ قال إني ابنه. فقلت بك وبأبيك وبك وبأبيك، في معنى الاستهزاء هذا القول والسخرية. قال وآرم، الرواية تقول هكذا يعني سكت الحسن لم يرد على هذا السكت أو هذا الجار لأنه سيعتدي على يده. وآرم لا يرد إلي شيئا ويقول شر. ثم قال أراك غريبا حسن فلو استحملتنا حملناك، وإن استغفرتنا غفرناك، وإن استعنت بنا أعناك. قال فانصرفت عنه وما في الأرض أحد أحب إلي منه. قل لقد
الرزق والحسنات والسيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بعض المواقف في حياة أبي، لقد تميز دور الإمام الصوت في عهد أبي وفي أيام خلافته على وجه التحقيق بالخضوع التام لأبيه قدوة وإمام، وقد كان يتعامل معه لا كابن بار له فحسب وإنما كجندي مطيع، أب ابن بار أبي وجندي من جنود الإمام علي عليه السلام. ومن أجل ذلك فقد كان دوره طوال الأيام الحاسمة التي عاشها وحده الإمام علي يتجلى في تجسيد مفهوم القيادة. الموقف الأول عندما تعرض معسكر الإمام علي إلى العدوان على إثر تمرد طلحة وسعيد في البصرة، أن معركة الجمل وصلت في البصرة، وحين أرادوا استأذن الإمام قالوا نريد العمرة، قال ما أردتم الغدر، قال معروف الإمام علي، جاءوا استأذنوا الإمام طلحة وسعيد، هم كانوا هدف وين؟ من البصرة إلى حرب الجمل، وقيام حركة البغاة في الشام. احتاج الإمام إلى إسلام جماهير الكوفة لتجهيز جيش من الكوفة يتوجه إلى وين؟ البصرة، للذود عن الحرب وإخماد الفتنة التي أنججها قواته. وقد اختار الإمام علي نجمه الحسن لهذه المهمة ليشهد همم أهل الكوفة وحملهم على دعم الموقف الإسلامي المصري، وحشد الجيش كما قال العلماء بفضل تجيش وحماس وحكمة وبلاغة الإمام الحسن عليه السلام. هذا الموقف يحسب له في حياة أبي دلالة على ثقة الإمام علي في هذا الولد المقدام الشجاع الحكيم البليغ. هذه معركة مو بس تحتاج إلى سيف، تحتاج إلى علم، إلى منطق، إلى بلاغة، إلى حكمة، إلى دراية، إلى بصيرة. الموقف الثاني، انتهت معركة الجمل في البصرة بفوق طبعا انتصار أمير المؤمنين عليه السلام، معروف المعركة، وسرعان ما حركت قوة أهل الشام بقيادة بغاة لتأخذ مواقعها في صفين. صعب الله عليك المعركة لا معركة وفتنة، خمس سنوات إلى أشهر قضاها الإمام في هذه حرب النهروان، حرب صفين، حرب الجمل، وغيره. وأحيط الإمام علي بنبأ تحرك الحزب الأموي فأطلع جنده على الأمر واستشارهم فيه، فأظهروا طاعته وانقياد أمير المؤمنين. وفي الأثناء وقف الإمام الحسن خطيباً بين الجماهير، موظفاً العزائم، باعثاً للعزم والنشاط فيهم. قال الإمام الحسن: الحمد لله لا إله غيره وحده لا شريك له، وأثني عليه بما هو أهله، إذ مما عظم الله عليكم من حقه وأسبغ عليكم من نعمه ما لا يحصى ذكره ولا يؤدى شكره ولا يبلغه صفة ولا قول، ونحن إنما غضبنا لله ولكم، فإنه من علينا بما هو أهله أن نشكر فيه آلاؤه وبلاؤه ونعماؤه قولا يصعد يسعد الله فيه الرضا وتنتشر فيه عارفة الصدق، يصدق الله فيه قولنا ونستوجب فيه المزيد من ربنا قولا يزيد ولا يبيد، فإنه لم يجتمع قوم قط على أمر واحد إلا اشتد أخرهم واستحكمت عقدتهم فاحتشموا
وهكذا انصبّ بيان الإمام الصوت على توثيق أواصر الوحدة ورص الصفوف وجمع الكلمة لمواجهة الحزب الذي هو في الشر وكان المكان. هذا الموقف الثاني الإمام الحسن. الموقف الثالث، اشترك الصوت إلى جانب ذلك في جميع حروب وهي. ما في بعض الدراسات تقول حسين جرب في مواجهة معاوية في المدارس، وأنه يعني ليس مثل الإمام الحسين. وهذه التحليلات والاشتغالات تسربت حتى لبعض الكتاب من الشيعة للسفر، إن الإمام الحسين الإمام الحسن لم يكن يعني لديه تلك الشجاعة التي كانت عند الإمام الحسين من وجهة نظري. بينما موقفه في الصفين، موقفه في حرب الجمل، وكل الفتن التي واجهها أمير المؤمنين تدل على شجاعته وتدبيره وقوته. اشترك الصمت إلى جانب ذلك في جميع حروب والده الإمام في البصرة والنهروان والصفين، وكان له دور حاسم فيها، حيث خاض تلك المعارك وأخمد تلك الفتن متجردا من كل دافع أو باعث سوى الحرص على هذه بعض المواقف العملية التي نهض الإمام الصوت بها في عهد أبينا عليه السلام. أختم بموقف في حياته، صار لنا طويل يعني نعطي نصف ساعة ربع ساعة، ما لك نختم. الشوط الثاني في حياة الإمام بدأ بعد أن تسلم الخلافة بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام. وقال الإمام الحسن بعد استشهاد أمير المؤمنين: يا بني، أو قبل هذا القول الإمام الحسن الإمام علي في آخر حياته: يا بني، إنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أوصي إليك وأدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلي ودفع إلي كتبه وسلاحه عن رسول الله، وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين، ووصى الحسين أن تدفعها إلى ابنك علي بن الحسين، ووصى علي بن الحسين أن تدفعها إلى محمد الباقر عليه السلام. قال وصية أمير المؤمنين، ثم أشهد على وصية تلك الحسين ومحمد بن الحنفية وجميع أولاده ورؤساء شيعته وأقطابه. وبعد رحيل الإمام عليه السلام للرفيق الأعلى هبت الكوفة إلى المسجد فزعة مذهولة لهول المصاب الكريم، فوقف الصمت بين تلك الكتب البشرية الهائلة يوجه أول بيان له بعد رحيل القائد العظيم. هذا اختم له. وقف الحسن وقال: نتأمل أن تجيب هذه النصوص تسليط الضوء عليها، تبين بعد شخصية الحسن، بلاغته، حكمته، بصيرته، صفاته. قال: لقد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون ولم يدركه الآخرون، سلام الله عليك يا أبا الحسن. لقد كان يجاهد مع رسول الله فيقيه بنفسه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يوجهه برايته فيكنفه جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره، فلا يرجع حتى يفوت الله على يديه. ولقد توفى في هذه الليل التي عرج فيها عيسى بن مريم عليه السلام، وفيها قبض يوشع بن نون وصي موسى عليه السلام، وما خلف صفا ولا قبض الا سلما درهم فضلت من عطائه. هذه تراث امير المؤمنين عليه السلام. إلى هنا توقف الإمام الحسن على الاستئصال بخطبته، حيث أرسل دموعه مدرارا وحقه أن يبكي أمير المؤمنين، ثم استأنف بيانه قائلا: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني. هذا أهم مقطع في كلمة
واختم. أيها الناظر، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن المعلي، وأنا ابن النبي، وأنا ابن الوصيل، وأنا ابن البشير النبي، وأنا ابن البشير النبي، وأنا ابن الداعي إلى الله وسراج منير، وأنا ابن سراج منير، وأنا من أهل البيت الذي كان جبريل أو جبريل ينزل إلينا ويصعد من عندنا. وكما يقول الإمام الصادق ويذكر هذا القول صاحب النظام محمد حسين الطبري قدس سره، يقول جبرائيل منا وإلينا. يعقوب الطبري يقول جبرائيل هو رتبة تنزلية لمقام الإمامة، رتبة من مقامات الإمامة، وعليك التفسير. فيقول ويصعد من عندنا وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم النجس وطهرهم تطهيرا، وأنا من أهل بيت فرض الله مودتهم على كل مسلم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القلوب، وطهرهم تطهيرا. فقال تبارك وتعالى لنبيه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. فعقب الحسن، فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت. أمين. اللهم صل وسلم وأثنى على محمد.